السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقع بديلة للميد جورني بتعتمد إن أنت بتكتب نص وبيحول لك النص دوت لصور. على سبيل المثال هاجي هنا وأقول له أنا عايزك تعمل لي City of Ancient Egypt، تمام، وأقول له Dream، فيبدأ يعمل لي الصور بالشكل دوت. واقدر اتحكم في المقاس بتاعي، اقدر اتحكم في الستيبس، النمبر اوف ايمج، عايز كام صوره بالشكل دوت، وتقول له دريم احلم، هو يبدا يعملها لك. اختار بقى الموديل اللي انت عايزه، وممكن ترفع له صوره هو يبدا ان هو يتطور فيها بالشكل دوت. طيب ده اللي هو دريم ستوديو. تعالى بقى ندخل على ستيبل ديفيجن، تبدا تقول له البرومت بتاعك وتقول له اعمل كريت لي الصوره، فيبدا يطلع لك الصور بالشكل دوت. وتقدر ان انت تدخل هنا في الادفانس سيتنج وتعدل، تمام، وتقدر انت تشير الصور زي ما انت عايز. طيب في برضه موقع جميل جدا اسمه ديل اي 2، ده صراحه موقع خطير جدا، كفايه ان هو من اوبن اي اي اللي عامل شات جي بي تي 3، تمام. تبدأ تقول له كريت للصورة. على فكرة فادني كتير قوي، يعني في حاجة كنت عاملها بالفوتوشوب فادني كتير، رفعت له صورة وقلت له عدلها لي، غير لي الخلفية، عملها لي في ثواني، فطلع لي الصور دي. طيب تقدر تحط بعض الإضافات بحيث إن هو يعمل لك صورة سبيشيال، تمام. طيب خلينا نشوف نت كيف، ونقول له عايز بالشكل دوت، وتختار بقى مثلا على ايت ارتست، وفي اوبشن كتير. هي الصورة هيت، طيب هنا طبعا كل واحدة من دول بتحط بعض الحاجات تعدل زي ما انت عايز، يعني نقدر نطلع صورة افضل من كده بكتير، تمام. ونقول له السيتنج بتاعتك واقول له سبميت. ده موقع اسمه بيكسري، هسيب لكم الروابط اسفل الفيديو بحيث ان انتوا تجربوها. وزي ما بقول لكم يعني لما بنقعد وقت اطول ونعدل فيها بتطلع بشكل افضل. هو لسه بيحسن في الصوره. الجميل في الموقع دوت ان هو اوبن سورس جيت هاب، تقدر ان انت تحمل الملفات وتقدر ان انت تعدل فيها زي ما انت عايز. ده برضو نفس الفكرة، البرومت بتاعي والحاجات دي كلها، وتقول له وريني، يروح مطلعها. في موقع اسمه فوت سونيك تبع رايت سونيك، ده بيحاول ان هو نفس شات جي بي تي، تمام. بتقول تدي له اي صورة ويوريك بقى نتائج مشابهة. ممكن تقول له جنريت، فبيقول لي اعمل لوج ان، فهقول له بقى جنريت. فيبدأ يكريت لك صور ما كانتش موجودة قبل كده. طيب ده برضو جربته، ده بيشتغل على الموبايلات وليه برضو على الموقع بتاعه، سطبه هتلاقيه اداء بتاعه كويس، وبيديك كل يوم تعمل صور جديدة، كل يوم بيديك نقط. ده برضو دريم باي ومبو اي ار تول، الموقع ده برضو كويس، يعني ده موقع وفي نفس الوقت تطبيق على الموبايل. اهو الموقع هوت، نقدر نيجي هنا ونكتب الجملة بتاعتنا، كان الاول من غير اعلانات، بدأ ان هم يحطوا اعلانات على الموقع، بس كتير قوي يعني اعلان واحد كفاية يعني. فبدأ يجيب لك الصور ديت، هي غالبا صور متصورة بالكاميرا وهو عامل عليها تعديل بسيط. طيب ده برضو تطبيق تقدر تنزله عندك على الكمبيوتر، اي اي فيكسيو، تقدر ان انت تجربه ان شاء الله. لو تعرف موقع ما ذكرناهوش منافس ياريت تكتبوا لنا في التعليقات، لو جربت موقع عندك يعني شاركونا بآرائكم في الكومنتات.